السلام عليكم مشاهدينا الكرام. من أبو البركات الأنباري وما مكانته العلمية وما مذهبه النحوي؟ ما آثار الأنباري العلمية وما أهمية كتبه؟ أسرار العربية والإنصاف في مسائل الخلاف والإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة والبيان في غريب إعراب القرآن ونزهة الألباء في طبقات الأدباء وما منهجه وأسلوبه في تأليف تلك الكتب؟ سنناقش إذن مشاهدينا ذلك في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان أبو البركات الأنباري العالم الموسوعي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع أبو البركات الأنباري العالم الموسوعي. نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من الدوحة الدكتور يحيى المهدي، أستاذ الدراسات اللغوية والنحوية المشارك بجامعة قطر. حياكم الله، مرحبا بكم دكتور. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. ونبدأ منك دكتور حمدي، إذن حدثنا بدءا عن أبي البركات الأنباري، من هو؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد الأنباري النحوي البغدادي العالم الزاهد الورع ذو التصانيف الكثيرة المتعددة. هذا العالم ولد في الأنبار سنة 1350، ثم اتجه إلى بغداد وهي وجهة الذين يريدون أن يتعلموا العلم الواسع العلم المستفيض، ودرس في المدرسة النظامية تتلمذ فيها على شيوخ أفاضل في شتى علوم المعرفة حتى صار أستاذا فيها بعد ذلك. نعم. ودرس يعني نظام هذه المدرسة أنها تدرس العلوم الشرعية والعلوم اللغوية على يد كبار العلماء، وكانت مختصة بالمذهب الشافعي وكانت تشترط في من يدرس فيها أن يكون شافعيا. نعم. يعني هذه مما أخذ عليها من بعض علماء المذاهب الأخرى. أنا ذاك في بغداد في تلك الحقبة. في تلك الحقبة. آه نعم. هي أصلا بدأت هذه المدرسة أو النظامية نسبة إلى نظام الملك الوزير السلجوقي. صحيح. يعني نعم في دولة السلاجقة أنشأها نظام الملك، وكانت وجدت في مدرسة كبيرة منها في بغداد عاصمة الخلافة. نعم. وخرجت كثيرا من العلماء. عند التعريف دكتور في البدء ذكرت الأنباري ثم البغدادي، يعني نسبت إلى بغداد والأنبار. ولد في الأنبار أولا. نعم. ثم تتلمذ ويعني قضى عمره كله في بغداد. والعلماء يعني ينسبونه إلى بغداد أو الأنبار. نعم. لكن مشهور في كتب النحو الأنباري. الأنباري. ومنهم من يقول البغدادي في كتب التراجم. لماذا؟ لأن أغلب وقته وأغلب حياته قضاها في بغداد، دراسة والتعلم والتعليم في بغداد. هو المشهور أبو البركات الأنباري للتفرقة بينه وبين ابن الأنباري أبو بكر ابن الأنباري. قالوا الأصل المتأخر الأنباري والمتقدم ابن الأنباري. نعم. نعم. طبعا هذا العالم يعني له صفات الصوفية الحقيقيين. نعم. أهل التصوف الحقيقيين كالإمام الغزالي والجنيد وهؤلاء الأصفياء الأتقياء. يعني انقطع في آخر عمره في بيته
مشتغلا بالعلم والعبادة وترك الدنيا ومجالسة أهلها، وكان لا يسرج في بيته مع خشونة الملبس والفرش، ولا يخرج إلا يوم الجمعة. ومن ورعه أنه كان لا يأخذ شيئا من الخلفاء، يعني حمل إليه الخليفة المستضيء 500 دينار، يعني أرسل إليه 500 دينار فردها، فقال اتركها لولدك، فقال إن كنت خلقته فأنا أرزقه. وهي عطية هدية يعني. نعم، لكن صفة العلماء في العلماء الأوائل الأتقياء الذين كانوا يبتعدون عن الحكام كثيرا ولا يقبلون شيئا، هذه درجة عالية. لكن ننتقل للسؤال الآخر، عفوا، متى توفي دكتور؟ توفي سنة 77 و500 من الهجرة ببغداد. نعم، ولذا نسب البغدادي فيه كثير من كتب التراجم يقولون البغدادي. له 64 سنة. نعم، عند وفاته، يعني من 513 إلى 577 توفي عن 64 سنة. نعم. من هنا دكتور المهدي نرحب بك مجددا، عرفنا إذن متفضلا عن أبرز مشايخ الأنباري أبي البركات وأبرز تلامذته، وهم كثيرون يعني الأبرز، تفضل. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. نحن أمام عالم كبير كما تفضل أستاذنا دكتور حمدي، هو بالفعل بغدادي بامتياز، لأنه طلب العلم في مدرستها النظامية كما سمعنا، وتلقى تعليمه عند أبيه أبو الوفاء محمد بن عبيد الله، سمع منه وروى عنه، وعند خاله أبي الفتح بن الخطيب الأنباري، وكذلك سمع من محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب العامري، وقرأ على يد أبي منصور الجواليقي وهو من العلماء المشهورين في ذلك العصر، وترجم له في كتابي، وصاحب الشريف أبا السعادات هبة الله بن الشجري، وتفقه على يد سعيد بن الرزاز وهو من علماء ذلك العصر المشهورين، وسمع من أبي المنصور محمد بن عبد الملك بن خيرون، وكذلك سمع من أبي البركات آخر، مش أبو، من أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي. فهذا أولاء من أبرز العلماء الذين درس على أيديهم. وأما تلاميذة ابن الأنباري فهم كثر كما تفضلتم، من أشهرهم الحافظ الحازمي، أبو بكر الحازمي أشهر تلاميذته. هذا من صحيح، من أشهر، نعم، من أشهر تلامذته. وكذلك أبو المحاسن عمر بن علي القرشي الزبيري الدمشقي الذي توفي قريبا من وفاته، هو توفي قبله سنة 500 ونهاية القرن، في الربع الأخير من القرن السادس 575، وهذا أبو المحاسن الدمشقي. وأبو المحاسن أيضا من تلامذته أبو المحاسن الهمداني وهو من أقرانه أيضا، وأسعد بن نصر المعروف بالعبرة المتوفى سنة 589، وأبو الحرم مكي بن ريان المكاسيني الضرير النحوي، وأبو، هؤلاء كلهم من تلامذته. نعم. وأبو إسحاق وأبو إسحاق بن إبراهيم، أبو إسحاق بن نصر عفوا، الدين هذا. نعم، وهم كثر لو أردنا سيستغرق وقتا طويلا حتى نتكلم عنهم. أبو بكر الضرير المشهور، أبو المعالي البغدادي أيضا، كل هؤلاء من تلامذته. أبو محمد الأنباري ابنه أيضا من تلامذته، يعد من تلامذته، أبوه وخاله وابنه. نعم. نعم. وأبو الفتح كمال الدين يعني ابن مالك بن محمد الموصلي، أبو الفتح الموصلي، يعتبر أبو الفتح الموصلي من تلامذته أيضا. هؤلاء جميعا تتلمذوا على يد الأنباري، حتى لا نخلط بينه وبين الأنباري كما تفضل دكتور حمدي. قال ابن خلكان فقرأ الخلافة والأصول وبحث الأدب على الكمال
أبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري، يقصد أبا الفتح الموصلي. نعم نعم هكذا. إذا دكتور حمدي، نود أن نتعرف عن مذهب ابن الأنباري أو أبي البركات الأنباري، مذهب النحوي العقدي والفقهي أيضا، وما أقوال العلماء فيه؟ من المعلوم بأن أبا البركات الأنباري درس في المدرسة النظامية، والمدرسة النظامية تدرس المذهب في الفقه، المذهب الشافعي. ومعلوم بأن أغلب الشافعية على أهل السنة، من أهل السنة والجماعة كما هو معلوم. وفي المدرسة العقدية مدرسة الأشاعرة، هذا هو المشهور، ومن منهم أو بعضهم يكون على مدرسة أهل الحديث. بالنسبة للمدرسة النحوية، بغدادي يميل إلى البصريين كثيرا، وهذا يعني ظاهر في كتاباته، يعني يأخذ يميل إلى البصريين ويأخذ بآراء الكوفيين، يرجح آراء الكوفيين وله آراءه الخاصة. يعني مثلا في الإنصاف في مسائل الخلاف الذي سنأتي إليه ويكون في حديث مطول، يعني أغلب المسائل تقريبا 114 مسألة رجح فيها رأي البصريين من 121، ورجح رأي الكوفيين في 7 مسائل فقط. نعم، واضح الاتجاه، يعني واضح البغدادي الذي يميل إلى البصريين، وهو هكذا. وأغلب النحويين كانوا على هذا النهج إلى وقتنا الحالي، أغلبهم يعني يميلون إلى البصريين كثيرا. والنحو حقيقة عند البصريين منضبط أكثر من النحو عند الكوفيين، يعني ولذا أعجبتني مقالة أحد الباحثين من علمائنا الباحثين الذي قال بأن نأخذ النحو من البصريين ونأخذ اللغة من الكوفيين. اللغة الرواية، كثرة الرواية، الواسع، الواسع. نعم، معنى الواسع اللغة. الألفاظ ومثل هذه الأمور، لأن الرواية كثيرة جدا عند الكوفيين، لكن الانضباط في القواعد نأخذه من البصريين مع بعض التعديلات على هذه الأمور. نعم فعلا. بالنسبة لأقوال العلماء، طبعا العلماء تكلموا فيه كلاما حسنا. القفطي يقول: الشيخ الصالح صاحب التصانيف في الحسنة المفيدة في النحو وغيره، وكان فاضلا عالما زاهدا. ابن خلي كان وكتبه كلها نافعة، وكان نفسه مباركا، ما قرأ عليه أحد إلا وتميز. جميل، هذا نفسه مبارك. نعم، هو موضوع التقوى، العالم تنضح على تلامذته. ولذا في القديم من العلماء من كان يعني لا يعلم أولاد السفلة، كانوا ينتقون تلامذتهم، ولذا كانت التربية مع التعليم. سبحان الله. لم يكن التعليم مجردا كما هو الآن، يسمونه تربية وتعليم، وفي النهاية لا تربية ولا تعليم، لكي يتناقل العلم ويكون مباركا. نعم، يعني كان ولذا موضوع التلقي الذي كان مأخوذا به في الزمن الأول، الأصل فيه الاقتداء بالعالم، الاقتداء الخلقي التعبدي قبل الاقتداء العملي العلمي. صحيح، لأن العلم إن لم يعني يتخلق بخلق حسن لا قيمة له. قول أخير دكتور. قول أخير، في عندنا ابن العماد الحنبلي: وكان زاهدا عابدا مخلصا ناسكا تاركا للدنيا. قبله لابن كثير: النحوي الفقيه العابد الزاهد الناسك الخاشع الورع، كان خشن العيش، ولا يقبل من أحد شيئا، ولا من الخليفة، ولا يقبل من جوائز الخليفة ولا فلسا، وكان مثابرا على الاشتغال، وله تصانيف مفيدة. ما شاء الله. إذن نذهب إلى التصانيف، أبرز مع الدكتور يحيى المهدي أبرز مؤلفات أبي البركات الأنباري، نمر عليها سريعا بتعريف بسيط ثم نفصل بعد ذلك. تفضل أستاذنا. حياكم الله. ابن الأنباري كما ذكر فعلا نفسه كان مباركا، وهذا الرجل ما تتلمذ عليه أحد إلا أفاد منه بالفعل، ويبدو أن ذلك راجع إلى نيته الطيبة ونيته الخالصة. ذكر الذهبي أن عدد مؤلفات ومصنفات أبي البركات تصل إلى 130 مصنفا في علوم شتى، فهو عالم موسوعي وفذ. فذ لماذا؟
سنرى، لأنه لم يؤلف في غبراء العلوم، وإنما ألف في أهم العلوم وفي أدق العلوم. له مصنفات في النحو، ومصنفات في الأصول، أصول النحو، وله مصنفات حتى في القوافي وفي الفقه وفي الزهد وفي الإملاء وفي التراجم، وأكثر هذه الفنون كانت في فنون العربية. على سبيل المثال، أو من أشهرها، نذكر من أشهرها لأن الوقت لا يسعفنا أن نذكر كل كتبه، كتابه المشهور الإنصاف في مسائل الخلاف، وهذا قد أعتقد أننا قد نمر عليه بشيء من البيان. صحيح. البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، وهذا أيضا في النحو. أسرار العربية، ويدور حول العلة النحوية هذا الكتاب. زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء، وهذا يدخل في الإملاء أيضا. جميل. نزهة الألباء في طبقات الأدباء، وهو من كتب التراجم التي تعنى بأخبار الأدباء والنحاة والعلماء، بل وأدخل فيه الشعراء، وهو يعني زاد عما سبقه من كتاب الزبيدي، فأدخل فيه الشعراء. الإغراب في جدل الإعراب، ويدور حول الجدل الإعرابي بين النحاة. لمع الأدلة في أصول النحو، طبعا الإغراب ولمع الأدلة جمعهما سعيد الأفغاني رحمة الله عليه، وطبعهما في دار الفكر في كتاب واحد. صحيح. الإغراب واللمع جمعا في كتاب واحد. نعم. البيان في غريب إعراب القرآن، وليس في غريب القرآن، وإنما في غريب الإعراب، وهذا إن دل على شيء فإنه طبعا هذا علم لا يتقحمه إلا الأفذاذ من العلماء. صحيح. إن دل على شيء إنما يدل على ملكة هذا العالم الكبيرة، وعلى مكانته العظيمة بين العلماء، وعلى فهمه الواسع في كل أبواب اللغة. ونختم بكتاب عمدة الأدباء في معرفة ما يكتب فيه بالألف والياء، وكم سنذكر، لكن نكتفي بهذا القدر، وسنفصل أيضا. إذن مشاهدين الكرام، لا تذهبوا بعيدا، سنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر العباسي المثير للجدل أبي نواس. أبو نواس، الحسن بن هانئ، الشاعر العباسي الشهير، شاعر الخمر والمجون، القائل: ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر، ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر، فما العيش إلا سكرة بعد سكرة، فإن طال هذا عنده قصر الدهر، فبح باسم من تهوى ودعني من الكنى، فلا خير في اللذات من دونها ستر، ولا خير في فتك بدون مجانة، ولا في مجون ليس يتبعه كفر. قال عنه الإمام الشافعي: لولا مجون أبي نواس لأخذت العلم عنه. وقد رآه بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بأبيات قلتها وهي تحت وسادتي، فوجدوها برقعة في خطه. يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع
أبو البركات الأنباري العالم الموسوعي. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى تفصيل في كتب هذا العالم الجليل، ونبدأ بواحد من أهم كتبه دكتور حمدي، ألا وهو كتاب أسرار العربية للأنباري. حدثنا عنه دكتور. هذا الكتاب كما ذكر أخونا الأستاذ الفاضل دكتور مهدي كتاب في العلة النحوية، يعني التعليل النحوي بصورة ميسرة مبسطة، حتى إنني يعني تتبعت تعليله فجمعت يعني مجموعة من أنواع التعليل الموجودة في كتابه، فحصرتها في 24 نوعا أذكرها سريعا: الاستثقال، الافتقار، التقاء الساكنين، أمن اللبس، الإيجاز والاختصار، التشاكل، التضمن، التعليل بالتخفيف، التعليل بالحمل على الأصل، التعليل بالمشابهة، علة الشبه، التعويض، علة عوض، التغليب، الحمل على النظير، عدم النظير، علة اختصاص، علة الأولى، علة تبين، علة توكيد، علة دلالة، علة ضعف، علة عدول، علة فرق، علة نقيض. كلها علة الدكتور على هيئة، هو صاغه على هيئة سؤال وجواب معللا للأمور الموجودة النحوية. هذا ولذا هو أسلوب جميل، يعني نعم، أن يكون بسؤال وجواب. نعم، سؤال وجواب، لأنه الموضوع معقد في العلة، يعني في العلة جاف. لكن عندما سؤال وجواب يتحول من جانب نظري إلى جانب تطبيقي إلى جانب تعليمي. صحيح. ولذا يقول في مقدمته: فقد ذكرت في هذا الكتاب الموسوم بأسرار العربية كثيرا من الأقسام عن جميع الأشياء، دل على أنه ليس إلا هذه الأقسام الثلاثة. ده في كثيرا من ده دخل في قضية أخرى. نعم. يعني هو على مذاهب النحويين، آسف. نعم. بأسرار العربية كثيرا من مذاهب النحويين المتقدمين والمتأخرين من البصريين والكوفيين، وصححت ما ذهبت إليه منها بما يحصل به شفاء الغليل، وأوضحت فساد ما عداه بواضح التعليل، ورجعت في ذلك كله إلى الدليل، وعفيته من الإسهاب والتطويل، وسهلته على المتعلم غاية التسهيل. جميل جميل. نعم. إذن هذا كتاب عن العلة النحوية، وننتقل إلى كتاب آخر مع الدكتور يحيى المهدي من كتب أبي البركات الأنباري، كتاب مهم هو الإنصاف في مسائل الخلاف. حدثنا عنه دكتور متفضلا. كتاب الإنصاف من الكتب المحببة إلى قلبي، ومن أوائل الكتب التي دخلت مكتبتي منذ زمن بعيد. أحب كتب ابن أو كتب أبي البركات لأنها مختصرة موجزة. الرجل يميل إلى الإيجاز، ويبدو أنه بحكم أنه كان أستاذا يعلم كان يميل إلى السؤال والجواب أو إلى الإيجاز في كتبه، كهذا الكتاب أيضا حدد في هذا الكتاب. هو في الحقيقة يعد الإنصاف كتابا أكثر شمولية وإحاطة بمسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، وهو يدور حول العلاقة بين النحو والفقه، ويعد من المؤلفات المميزة جدا للأنباري. يمتاز بخصائص كثيرة، منها على سبيل الإجمال أنه جعل علم النحو علما عقليا كالفلسفة والمنطق، ذا أسلوب فريد من نوعه، سلسا في عرضه للمسائل النحوية. وهذا الكتاب إن دل على شيء إنما يدل على سعة ثقافة مؤلفه، وخاصة عندما يذكر الحجاج أو المجادلة بين المجادلة العقلية للمسائل في ترجيحه للمسائل، مما يؤكد تعلق هذا الرجل بعلم الكلام وبما قاله المناطقة. ويأتي على منوالهم، ويأتي في حديثه وفي ترتيبه على منوال المناطقة في ترتيبات كلامهم وفي إيصاله إلى الآخرين، علّه يقنع بمنطقه من يقرأ له. الكتاب عرض فيه الأنباري كما تفضل الدكتور 121 مسألة من مسائل الخلاف بين المدرستين. بسطها بسطا شافيا وموجزا. وخطته أن تمضي على مراحل أربع. خطته في بسط المسألة النحوية أو بسط الخلاف بين المدرستين تمضي في مراحل أربع تشبه مراحل الدعوة في المحكمة. فيبدأ بسرد الدعوة، دعوة الكوفيين، يبدأ بسرد دعوة من؟
دعوة الكوفيين ثم يأتي بدعوة البصرية. طيب. وبذلك يحدد الموضوع. حددوا الموضوع بجوانبه كلها. ثم بعد أن يسرد الدعوة تأتي المرحلة الثانية. يعطي حكمه يعني. تركزوا معي فيها. الإدلاء بالحجج. يدلي بحجج الكوفيين أولاً يعرضها بوضوح. ثم يعقبها بحجج البصريين. جميل. ثم المرحلة الثالثة يأتي بالردود. يعرض في هذه المرحلة لردود كل فريق على حجج الفريق الآخر. وأغلب ما يطرد ذلك في ذلك عنده حجج البصريين. لأن منهج البصريين كما ذكر فعلا منهج دقيق في 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 تناول المسائل النحوية له حدود. وبعد الردود يأتي بالحكم. هذه المرحلة طبعا لا تكون مضطردة في كل المسائل. كأن ابن الأنباري بالفعل ميال إلى من؟ إلى مدرسة المدرسة التي تقاربه وهي مدرسة البصريين، فيكتفي بإيراد ردود البصريين. لكن لا نتهمه بأنه لا يحب الكوفيين أو لا يحب آراءهم، وإنما يفندها تفنيدا علميا في الردود. صحيح. فعندما في الردود يكتفي بذلك منه التعصب. نعم. فهناك يورد ردود البصريين على حجج الكوفيين، فتكون هذه الردود هي حكمه، تكون حكمه في المسألة المعروضة غالبا. طيب. لأنه نصر البصريين فعلا في 114 مسألة، ولم ينصر الكوفيين إلا في 7 مسائل في هذا الكتاب. ولا نعدم في كتاب الإنصاف أن نجد رأيا مستقلا لأبي البركات من غير البصريين والكوفيين. نعم. يجتهد. إذا وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على إنصاف الرجل. صحيح صحيح. إذن دكتور حمدي، من هنا حدثنا باختصار لو سمحت وقت اقتضاب عن رسالتين مهمتين لأبي البركات الأنباري: الإغراء في جدل الإعراب، ولمع الأدلة كما تفضلتم هي جمعت في كتاب واحد. نعم. طبعا هاتان الرسالتان يعني تظهر فيهما أو يظهر فيهما التأثر الكامل لأبي البركات الأنباري بالأصوليين. وحتى لا يدهمنا الوقت أذكر السبب الداعي إلى التأليف في هذا الأمر. يعني يقول في مقدمة الإغراء في جدل الإعراب: فإن جماعة من الأصحاب اقتضوني بعد تلخيص كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف. يعني هاتان رسالتان بعد الإنصاف. بعد الإنصاف. نعم. تلخيص كتاب في جدل الإعراب معرًا عن الإسهاب مجرد عن الإطناب، ليكون أول ما صنف لهذه الصناعة في قوانين الجدل والآداب. نعم. ليسلكوا به عند المجادلة والمحاولة والمناظرة سبيل الحق والصواب، ويتأدبوا به عند المحاورة والمذاكرة عن المناكرة والمضاجرة في الخطاب. يعني أسلوب علمي حتى لا يحدث فيه سب وشتم والكلام البعيد عن الأمور العلمية، بأسلوب علمي جميل. فأجبتهم على وفق طلبتهم طلبا للثواب، وفصلته 12 فصلا على غاية من الاختصار تقريبا على الطلاب، فالله ينفع به إنه كريم وهاب. لكن هو أيضا أسلوب فيه منطق. نعم. وعقل. نعم. أسلوب هو عقلي، هو منطقي. الجدل والمحاورة منطق. منطق وعقل. نعم. وهذا مأخوذ أيضا من الأصوليين. وتلمح فيه نزعة فقهية لأنه يعتمد على أصول الفقه في موضوع الترجيحات والأخذ والرد. صحيح. ولذا الرسالة الثانية لوم على الأدلة كانت في أصول النحو التي أخذها عن شيخه الشيرازي، أو مقتديا بشيخه الشيرازي في أصول الفقه، فأتى لنا بأصول النحو من نقل وقياس واستصحاب حال وغير ذلك. يعني هذه الأمور التي أخذها من الأصوليين. طيب. ووضعها في أصول النحو مع موضوع بعض الأمور في التعارض بين النقل والقياس وغير ذلك. رسالتان لطيفتان. نعم. نعم. هنا دكتور يحيى، إذن لو سمحت أذكر لنا بعض المسائل النحوية وموقف أبي البركات الأنباري من أقوال النحاة في هذه المسائل، يعني أبرز المسائل نختصرها. تفضل. كما أشرت قبلا، موقف بالبركات الأنباري موقف خاص به
من النحاة يتصف هذا الموقف بالعدل والإنصاف عند عرضه لآراء النحاة، سواء أكانوا بصريين أم كانوا كوفيين، مشهورين أم مغمورين. موقفه يتميز بعدم التفريق بين العلماء، لا سيما عند عرضه للمسائل النحوية. فيمكن أن نعرض ثلاث صور سريعا. تفضل. صورة الترجيح، وصورة التفرد، وصورة الموافقة. صورة الترجيح للآراء، يعرض الآراء مع ترجيح أحدها. مثلا قال في تسمية الاسم اسما، في تسمية الاسم اسما اختلف فيه النحويون، فذهب البصريون إلى أنه سمي اسما لوجهين، أحدهما أنه سما على مسمى أي على، وعلى على من على ما تحته من معناه فسمي اسما لذلك. والوجه الثاني أن هذه الأقسام الثلاثة لها ثلاث مراتب، فمنها ما يخبر به ويخبر عنه وهو الاسم، نحو زيد قائم، ومنها ما يخبر به ولا يخبر عنه وهو الفعل، ونحو قام زيد، ومنها ما لا يخبر به ولا يخبر عنه وهو الحرف، نحو هل وبل وما أشبه ذلك. ثم يقول بعد ذلك فلما كان الاسم يخبر به ويخبر عنه، يأتي من برأيه هو، والفعل يخبر به ولا يخبر عنه، والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه، فقد سما. إذا اختار ماذا؟ سما اختار الفعل على الحرف، حجة البصري، رجح نعم رجح على حجة البصري، بينما الكوفيون نعم الكوفيون يقولون هو سمو. نعم تفضل. نعم صحيح. والأصل فيه سمو. ثم يقول ويشرح ذلك، ثم يقول وذهب الكوفيون إلى أنه سمي اسما لأنه سمة على المسمى يعرف بها، لأنه سمة يعني علامة. والأصل فيه وسمى، هذا قول الكوفيين، إلا أنهم حذفوا الواو من أوله وعوضوا مكانها الهمزة فصار اسما، ووزنه فصار اسما نعم ووزنه إعل. نعم الوزن لأنه قد يعني اسم، لأنه قد حذف منه لامه التي هي الواو في وسمة. قال أبو البركات والصحيح ما ذهب الآن يرجح ما ذهب إليه البصريون وما ذهب إليه الكوفيون، وإن كان صحيحا من جهة المعنى إلا أنه فاسد من جهة ماذا؟ من جهة التصريف. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يتفرد برأيه هو، مثل اختلافهم في العامل في الخبر. طبعا هذا خلاف قائم وما يزال إلى يوم الناس هذا. اختلف عن النحويون والبصريون في موضوع العامل المبتدأ والخبر. ذهب الكوفيين إلى أن عامل الخبر هو المبتدأ، لأنهم يقولون إن المبتدأ والخبر يترافعان. صحيح. وذهب البصريون طبعا إلى أن الابتداء وحده هو العامل في الخبر. أما سيبويه وقوم من النحاة فذهبوا إلى أن الابتداء والمبتدأ معا هما عاملا الخبر. ذهب إلى هذا. طيب الذي اختاره خرج عن رأي سيبويه وهو شيخ البصريين، واختار أن العامل في الحقيقة هو الابتداء، هو أن العامل هو الابتداء وحده دون المبتدأ. وذلك لأن هو الابتداء وحده نعم، وذلك لأن الأصل في الأسماء أن لا تعمل، هو يقول هكذا، وإذا ثبت أن الابتداء له تأثير في العمل فإضافة ما لا تأثير له، أي الاسم الذي لا يؤثر في الأصل، فإضافة ما لا تأثير له لا تأثير له. لا تأثير. الوقت دكتور يحيى الوقت. نعم أقصد طريقة علم الكلام. نعم. طريقة علم الكلام والمناطق. نعم. فإضافة ما لا تأثير له لا تأثير له. طيب. آخر شيء الموافقة على كل الآراء، مثل موافقته على جواز تقديم الفاعل على الفعل، وهذا أيضا يدخل في باب الموافقة على الآراء جميعا. قال فإن قيل فلما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل، قيل لأن الفاعل تنزل منزلة الجزء من الكلمة وهو الفعل. شكرا. نعم. حياكم الله. إذن دكتور حمدي باختصار أيضا تفضلا منك، حدثنا عن كتاب البيان في غريب إعراب القرآن. كتاب البيان في غريب إعراب القرآن من آخر ما ألف أبي البركات الأنباري، أو من آخر ما ألف على التوكيد من الكتب المطولات. نعم. فلذا ولذا كان في كتابي هذا، إذا كان في مسائل خلافية يحيلها على الإنصاف، إن كان في كذا يحيلها على غيره، وجمع فيه ثقافات أبي البركات الأنباري المختلفة. ومن أبرز سمات منهجي في هذا الكتاب
أنه جعله خالصا في إعراب القرآن الكريم، يبين فيه الوجوه التي الآيات أو الكلمات التي تحتمل أكثر من وجه. أيضا رجع فيه في كثير من مسائل كتابه المشهور الإنصاف في مسائل الخلاف، تعرض في الإعراب القراءات القرآنية، وكان له رأي جيد بخلاف البصريين في أنه كان إذا كان فيه ضعف في الأمر اللغوي في القراءة في الناحية القياسية يعني يسم الضعف أو يسم القياسة بالضعف لا القراءة. جميل. نعم. يعني لا يصف القراءة بالضعف، وإنما يصف القياس الناحية القياسية، لأن القراءة سنة متبعة، وهذا ما يأتي من إنسان عالم زاهد. طبعا في بعض الأشياء تعرض فيها للأمور المعنى، نعم، وهذا مطلوب في الأمور الإعراب القرآن الكريم، أحيانا تأتي الأمور ويدخل فيها المعنى. يعني واتقوا يوما، يوما لا تكون ظرفا، فلا بد من شرح المعنى حتى يقول بأن هذا مفعول نعم به. نعم. واستشهد بالشعر أيضا. واستشهد بالشعر، نعم. وإن كان لم ينسب كثيرا من الأشعار، لكنه استشهد بالشعر، وهذه ديدن أو هذا ديدن الذين يعربون القرآن الكريم. نعم. تجاوزنا في الوقت دكتور يحيى، نضيف آخر دقيقة أو أقل من دقيقة تلخص لنا فيها أيضا كتابا مهما، وهو نزهة الألباء في طبقات الأدباء. ما دامت أقل من دقيقة فالكتاب صغير صغير الحجم، لكنه جمع فيه نعم هو صغير الحجم، جمع فيه نحو من 170 ترجمة للعلماء في إلى القرن الخامس. جمع فيه تراجم المتقدمين والمتأخرين في تركيز جيد يفيد الطالب والأستاذ معا. وإن كان الزبيدي قصر تصنيفه على النحويين واللغويين في كتابه الشهير، فقد زاد الأنباري عليه بإدخال تراجم بعض الشعراء والكتاب كأبي نواس وأبي تمام والجائر والصاحب بن عباد وأضرابهم. نكتفي بهذا القدر إذا كان الأمر إذا كان الوقت قد أزف، وإلا يمكننا أن نذكر بعضا منهم، بعضا من ذكره، منهم مثلا الحافظ أبو بكر البغدادي وصاحب كتاب تاريخ بغداد، و أبي السعادات بن الشجري، وأبي منصور الجواليقي. نعم. هؤلاء من أشهرهم. بارك الله بك. إذا في ختام، هو بدأ الكتاب بالإمام علي بن أبي طالب. صحيح. بأول وضع النحو بالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي الأسود الدؤلي. نحو هذا النحو، نعم. في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، إذا نشكر ضيفنا عبر سكايب من الدوحة الدكتور يحيى المهدي، أستاذ الدراسات اللغوية والنحوية المشارك بجامعة قطر. بارك الله بكم وحياكم الله دكتور. الله جميعا وبارك الله فيكم جميعا، حياكم. أما الآن مشاهدينا الكرام، فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة من الذاكرة ستكون هذا الأسبوع عن أسلوب الحال. أدارت الأحوال ملحق الأحوال ملحق مهم يا سيدي، رجل يا سيدي لا نعرفه حتى الرحال عند دكان السيد فلان. أتعرف ماذا يقول يا سيدي؟ يقول إذا تعددت اللغات تمزقت الأمة، وإذا ماتت اللغة ماتت الأمة. لقد أعجبني كلامه يا سيدي، إنه يا سيدي ما يزال يخطب هناك. يجب أن نعرف قصة هذا الرجل الغريب يا سيد عسل. نعم. هذا قد جاءك مسرعا. مسرعا حال الأحوال. أتعلم ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ هنا في ملحق الأحوال تقرأان الخبر مفصلا. مفصلا حال. بدل أن نقرأ الخبر في جريدتك سنذهب إلى هناك لنتحرى الأمر بأنفسنا. ما رأيك يا أستاذ؟ قبل أن نذهب أريد أن أعرف قصة صديقنا العسل. أرأت بدلت بالعسل أو الدبس زبيبة؟ لأن العنب زبيبا أطيب منه دبسا. دبسا حال وزبيبا حال أيضا. حال متى نذهب إلى مكتب جريدة الأحوال لأعرف قصة الحال؟ حالا تفضل. مع أن الحال
بسيط وواضح، إنه وصف منصوب، إنه فضلة زائدة تبين هيئة ما قبلها وتكون بمعنى كي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب. ها قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، عنوانها هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة الأنعام الجزء الخامس. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ من قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، في الأنعام. وقال تعالى في سورة الصف: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا دكتور، لماذا جاء قوله كذبا بالتنكير في الأنعام وبالتعريف الصف الكذب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. آية الصف تميزت أو انفردت بذكر تعيين المفترى عليه الكذب منطوقا به من غير الإجمال الوارد في غير ذلك. يعني قبلها: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثم قال: فلما جاءهم بالبينات، أي الرسول، فلما جاءهم الرسول الذي سماه لهم عيسى عليه السلام بالبينات والدلائل القاطعة والتصديق، ماذا فعلوا؟ قالوا هذا سحر مبين. ومن بعد ذلك جاءت الكذب العهدية ترجع إلى هذا الرسول، على الرسول يعني، على الرسول. لذلك جاءت، ولم يأتي مع عدا ذلك من الآيات كذبا بالتنكير للعموم، لكن هنا أتى فيه تخصيص. نعم، اللي هو التعيين. نعم. أيضا مشاهدينا الكرام، من المتشابه اللفظي في سورة الأنعام قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا في سورة الأنعام إذن. أما في سورة يونس: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. لماذا هنا دكتور ورد الفعل في آية الأنعام من يستمع مسندا إلى ضمير المفرد، ورد في آية سورة يونس من يستمعون مسندا إلى ضمير الجماعة، يعني مع استوائهم في الجمعية؟ نذكر القاعدة التي يسار عليها في هذا. من لفظها لفظ المفرد ومعناها معنى الجمع. من فيجوز عود الضمير إليها مفردا تبعا للفظ وجمعا تبعا للمعنى. مقصود من هو ومنهم. نعم، من هو أو منهم. صحيح، هذه واحدة. الأمر الثاني: سورة الأنعام قبل سورة يونس. والقاعدة العامة التي يقولها العلماء، يقولون إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بدأ باللفظ ثم المعنى، هذا هو الجادة في القرآن. الكثير الغالي في القرآن الكريم يؤتى باللفظ أولا ثم المعنى ثانيا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول مفرد لفظ، وما هم بمؤمنين جامع معنى. والأنعام في الأول لفظ، سبحان الله، بعده يونس، بعده في الترتيب المصحفي معنى جمع. نعم، خلاصة سريعة يعني. كلها مناسبة. نعم. أيضا إذن مشاهدينا الكرام، من المتشابه اللفظي في سورة الأنعام قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أما في الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لماذا جاء الفعل يتضرعون في الأنعام دكتور، وفي الأعراف يتضرعون يعني بالإدغام؟ نعم، آية الأنعام أتى بعدها قوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فعل الماضي تضرعوا، فقبلها يتضرعون، ضرع تضرع يتضرعوا، المناسبة اللفظية لابد أن تكون هكذا. أما في سورة
الأعراف فلم يرد فيها ما يستدعي المناسبة فأتى على الوجه الأخف. الوجه الإدغام أخف من من الإظهار. نعم. الفك يحتاج راحة. صحيح. لكن الإدغام سرعة. يتضرعون يتضرعون. نعم نعم. بهذا ينتهي يعني في ختام هذه الحلقة. إذن نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. مسك الختام مشاهدينا سيكون مع فقرة سيرة عالم. اخترنا لكم هذا الأسبوع أبا البركات الأنباري العالم الموسوعي في رعاية الله. بارك الله بكم دكتور. بارك الله فيكم. أبو البركات الأنباري هو عبد الرحمن بن محمد المكنى بأبي البركات الملقب بكمال الدين وينسب إلى الأنبار أو إلى بغداد، من علماء اللغة والأدب والتراجم. ولد سنة 513 من الهجرة وسكن بغداد منذ صباه حتى وفاته. نشأ أبو البركات نشأة دينية ثم نحوية مترسما خطى علماء الفقه في أساليب العرض والمعالجة، أوصف بالإحاطة والبراعة في النحو، حتى قيل فيه كان قد تفرد بعلم العربية وشدت إليه الرحال. قال ابن الأثير له تصنيفات حسنة في النحو، وشهد له ابن خلكان قائلا وكتبه كلها نافعة، وعبر القرطبي عنه اشتهرت تصانيفه وظهرت مؤلفاته. قرأ أبو البركات الأنباري لغة على أبي منصور الجواليقي، وصحب الشريف أبا السعدات هبة الله بن الشجري، وتفقه على سعيد بن الرزاز، وسمع الحديث من أبي المنصور محمد بن عبد الملك وأبي البركات عبد الوهاب الأنماطي. أما تلاميذه ممن تأثروا به فأشهرهم الحافظ أبو بكر الحازمي. ذكر الذهبي أن عدد مصنفات أبي البركات 130 مصنفاً في الفقه والأصول والزهد، وأكثرها في فنون العربية، منها البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، الموجز في علم القوافي، زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، وهو من كتب التراجم التي تعنى بأخبار الأدباء والنحاة، أسرار العربية ويدور حول العلة النحوية، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو ويدور حول الجدل الإعرابي، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، والبيان في غريب إعراب القرآن. توفي أبو البركات الأنباري رحمه الله ببغداد سنة 77 و500 من الهجرة، وله 64 سنة.